في أمس سنعلن انطلاق سباق الطبعة الأولى لمضيق تيغان يمين 11 كيلو متر. الانطلاق من هذا المكان الشهداء الله يرحمهم إلى بلدية تيغان يمين المدرسة الابتدائية عزمان عزمان. وبهذه المناسبة الكريمة والعزيزة علينا إشارة الانطلاق ستكون من الأب والعم المجاهد عماري غفري. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم الزنفلاون. القائد فوج أول نوفمبر للكشافة الإسلامية تيغان يمين أنسوفيس ون ضيغي ون غين غانيمين. مرحبا بكم في بلدية تيغان يمين. سلمونا سبثايا ومزوار ونبر احتفل غيون غين غانيمين الجمعية الرياضية نجم تيغان يمين الكشافة الإسلامية الجزائرية جمعيات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لتيغان يمين مجمع كل ما تنسى وهذه لوكازيون هي يقعز نغر نغ مليح لوكازيون مناسبة لجداد النغ والدين النغ يقيين الصور السي نجمل الولايات غير نغ 12 نغ 13 ولاية يديوسين دي غير نغ البلدية غان يمين نيا سومي ماراثون نيا سومي ماراثون نكرد سي سوكانزا اني نستشاوي سوكانزا نغانيمين سي كمين طاق نغانيمين كرند سيون انايا خلضن ضيت لاريفي والحمد لله حتى نجح لوبجيكتيف النغيبان ما تايلا باش نتوش نسمح سيمان النغ ونسمح هاروي وين النغ باش نتوش ما تايين الوالدين النغ الجداد النغ وتعز غير نغ مورث النغ وتعز غير نغ دزاير وتنسوا ذي سني يخفون النغ تحية الجزائر أربا يرحم الشهداء وثم ميرز النون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناسبة سعيدة ومناسبة خالدة الناس وكل اللي سمي السنو في التظاهرة تاع اليوم وبربي إن شاء الله يعني كما راك نشوفوا يبان لي تظاهرة مليحة ترشوف عندنا 80 مشارك. هذه التظاهرة الأولى هذه الطبعة الأولى كما نقولوا فيها كما نقولوا لي سينيور
بين 20 سنه و 39 سنه فيها 54 مشارك. من 40 سنه ل 49 سنه عندنا 22 مشارك، وبقى واحد 15 مشارك من 50 سنه وطلع. جاوا من ولايات عديده، كاين من ام البواخي، كاين خنشله، تبسه، بسكره، عين الدفله، كاين الجزائر العاصمه، وكاين من سقيكده بزاف، سقيكده كاين بزاف. هادو هما ربي ان شاء الله العام الجاي نعاودوا خير من هكا. تسمى النقائص اللي شفناهم العام هذا نعاودوا نعدلوهم، وماذا بينا الناس تسمى كيشوفوا هذا الشيء يعاونونا يوقفوا معنا. حنا رانا ضربنا بالامكانيات اللي عندنا، الامكانيات ماهيش متوفره بزاف، امكانيات محدوده الحمد لله. جاو الناس راك تشوفوا تظاهره مليحه ربي يبارك، وكما نقولوا هذا مكسب لينا ومكسب البلديه الحمد لله يا ربي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه اول نوفمبر هذا عيد الجزائر، احيت بلديه تيغانيمين هذا العيد كسائر القطر الجزائري، ونشكر الشباب تاع بلديه تيغانيمين الذي نظموا هذا الحفل وهذا السباق، ونشكر كل من ساهم في هذا السباق الشباب، ونتمنوا لهم الخير ان شاء الله، وربي يرحم الشهداء وتحيي الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبه اول نوفمبر نشكر بلديه تيغانيمين على هذه التنظيم، هذه التظاهره الرياضيه والثقافيه والتاريخيه. تم السباق في ظروف حسنه، وشفنا تضاريس والاماكن التاريخيه لهذه البلديه، نتمنى ان شاء الله تعاود لنا في مناسبات قادمه، وشكرا لكم. بمناسبه اول نوفمبر عيد الثوره، عيد الشهداء، عيد نشكر الجمعيه المنظمه لهذه تيغانيمين بهذه المناسبه، وخاصه بالمنطقه اول رصاصه دارنا تغيط، خاصه بالمناسبه داروا سباق يعني للصغار ثم لهذه الكول، اول يعني هذاك اول اسمها تظاهره وكانت ناجحه، يعني نقولوا 80% بحكم عدم الخبره. نطلب من المؤسسين للرياضه هذه يديروا لهم نصف ماراثون، لانهم اهل الرياضه ومخصصين الرياضه، وحتى المنطقه ما شاء الله مليحه، وشكرا جزيلا بالتوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. العداء عيشاوي وسيم. نشكر المنظمين على هذا السباق، تنظيم يعني في المستوى ربي يبارك. السباق بمناسبه 1 نوفمبر في نقطه انطلاق اول رصاصه للثوره، ندعوكم للمشاركة إن شاء الله العام المقبل، ونشكر الجميع على هذا التنظيم، وتحية الجزائر. أزول في اللون، أزول سكول، أنت ذو ما ذون سي أي ثمن عام سي جاي في واد الماء، وسي غيدا سا رثمورثايا بلدية تينغينيم، الناس 11 كيلو ما يكثروا ربي، في 1 نوفمبر، نوسيدايا ما يكثروا ربي. نازل الباركور 11 كيلو، نمشي نسيد نورمالمون المرتبة الثانية، بعدا نمشي ندير ربعة هذا وما نسي سي سي ثمور سي ثروان ثمور ذايا، نمشي نقعد باركور يحلى إن شاء الله، ونتتاشى نتتاشى ندوك حسام مخلوف دواق أمين، وما نتتاش لاباس لاباس أسلم أذن بروفيسور دواق الحاج وحملنا، ونتتاش الغروز الغروز لا يثمنعا. ومثلا رحمن مخلوف يلا ورنا ان شاء الله ما يكتب بوبشيش داليا انت نورمالمون دوزيام هاد الكوبريز ما يكتب ربي وهذا شغا السوالين هو اي ثمن عكل والتنظيم الله يبارك ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وتحيا الشهداء.